هذا البرنامج برعاية الحياة. بتتغير والطرق اللي بنحمي فيها بيوتنا كمان لازم تتغير. يعني بدل الخلطة هلأ صار في لميس 3 في 1، غطاء واحد من غير أي إضافات، حينظف 100 نوع من البقع ويطهر 100 نوع من الجراثيم، بيلمع أرضيات البيت وبيعمل ريحة حلوة. بدك تنظفي وتطهري صح وتضمني الحماية كل يوم، يعني مفيش غير لميس 3 في 1 اللي ينظف ويطهر ويعطر. لميس 3 في 1 لنظافة بيتك كل يوم. مشاهدينا الكرام، صحة فطوركم واهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الشغل مش عيب، ولليوم حبينا تكون حلقة استثنائية. حب نشكر الراعي الرسمي لبرنامجنا شركة لميس لمواد التنظيف. اليوم حلقتنا الاستثنائية هي السوق الشعبي اللي يقام في منطقة سوق الحوت. كل أهالي مدينة بنغازي تعرفها طبعا، حتى ضمن لاحظنا وإن شفناهم إنهم هم يشتغلوا جايين من الصبح صايمين باش يبيعوا ويسترزقوا في السوق. حبينا نسلط الضوء عليهم إنهم هذوما يستحقوا إن نسلطوا عليهم الضوء ونكون معاهم في حلقة استثنائية من داخل منطقة سوق الحوت. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شو الأمور؟ حبتين عيوني شو حالك؟ تمام والله، مية مية. شخبارك؟ اسم حضرتك خالد الناجح إن شاء الله. خالد، طبعا رحب بيك عبر برنامجنا الشغل مش عيب. مسعود بيك والله. طبعا ما شاء الله نحن نحيي الشباب اللي بيين اللي قاعدين يخدموا، بارك الله فيك، ومصابين على روحتهم يعني مش معتمدين على حد. سالمك ونجيك الله يخليك والله، الحمد لله. كيف شفت الأجواء في سوق الحوت؟ والله أجواء مية مية، وبنغازي ترد صحتها وغصب عن اللي يحب واللي ما يكره. ونقول لك حاجة طيبة، بنغازي مازال فيها خير، ما يكذبش هيك حدرة، سواء بعنا بجنيه ولا بعنا بعشرة جنيه، الحمد لله رب العالمين. كم سببين؟ بعشرة جنيه بخمستاش، أعفس علي تركيا بعشرة جنيه، ليس أردوغان في بنغازي، ليس أحد أرحم كويشك بعشرة جنيه بخمستاش بس. بعشرة 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 أنا صباط يا. أقول لك بعشرة وليس بعشرين. أعفس علي تركيا بعشرة. والماليات بعشرة وبخمستاش بس، واثنين بخمسة وعشرين يا عيوني. البس وضحك. أكرم ما تفرجش، تعال 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 قيس. أركب. بل إن بنغازي لحيشي في سوق الحوت بعشرة وبخمستاش بس، يومك طيب يا عيوني. وعندي عطور للجسم، هذين عطر جسمك ان شاء الله. كوكتيل كوكتيل اي حاجه ببنغازي بلاش يا عيوني. ان شاء الله ان شاء الله كلامك بخير. ان شاء الله ربي يحفظك، ان شاء الله يا ربي يطرح لك الرزق. الله يخليك ونجيك، بارك الله فيك. تحياتي لبنغازي، تحياتي اهل ليبيا، وتحيه طيبه للمشير والقوات الخاصه والجرحى والمصابين، ان شاء الله ربي يشفيهم. الله اكبر. هذين هنا طبعا اجواء سوق الحوت، وكيف ما قلنا السبابيط بعشرة دينار اليوم هنا من داخل السوق. عشرة دينار السبابيط، عشرة دينار السبات. تعال البس سباتة بعشرة دينار، فرصة اليوم، فرصة فرصة ورخصة اليوم. عشرة دينار السبات اليوم بعشرة دينار، أقرب عشرة دينار السبات. عشرة عشرة دينار السبات، عشرة دينار، أقرب أقرب أقرب. عشرة جنيه السبات. كورونا في بنغازي، ليس كورونا في بنغازي إن شاء الله. الناس تحب بعضها، والناس ما شاء الله عليها، والناس متفائلة بالخير، وإن شاء الله ربي يدوم الرخاء فيك يا بنغازي. تكبير يا عيل. الله أكبر الله أكبر. هذين أجواء دابا هاني بنغازي سوق الحوت، وأجواء البيع والشباب ما شاء الله جايين هنا يخدموا ويسترزقوا. عشرة دينار السبات حتى بخمسة، تعالوا خذوا كيكه من اليوم خمسة. بخمسة اليوم بعشرة السوق. عيوني لك سوا أو يا أو نور. والله يا حبيبي، والله يا احلى تحيه لاحلى قوات خاصه وبنغازي بالكامل. والله يومكم ابيض ان شاء الله. ما زلنا طبعا زي المشاهدين داخل السوق، حنمشي البائع اخر نديروا معاه جو، نعرفونا كيف جاي يبيع، نعرف بضاعته وكم سعرها، ونعيشوا معاه اجواء اليوم رمضانيه من داخل منطقه سوق الحوت.
طازه طازه باش الخبزه الخبزه ثلاثه بس ليش بثلاثه خبزه واحد سيدي بجنين ونص وقا كان بجنين ونص اليوم الخبزه تنور تنور حوش هذه من الحوش ما اللي يدير فيه العزوز والله ما شاء الله طبعا العزوز انتم اليوم مقسمين الشغل هي ربي يعطيها الصحه وربي يطول لك في عمرها طيب وانت طبعا تجي هنا تبيع ان شاء الله كل سنه متعود ولا السنه لا لا السنه هذه ان شاء الله اول سنه اول سنه اول سنه ان شاء الله ان شاء الله يا ربي يطول لك في عمرك وان شاء الله ربي يطرح لك امين امين بارك الله فيك يا اقرب على التنور هذا تعال اقرب على التنور اقرب على التنور اليوم تنور حوش مش مغشوش لا الطاسه شبابنا اليوم بنورين منطقه سوق الحويلة كل عام بخير ان شاء الله بالنسبه بتحلوا شهر رمضان الكريم يا ربي يتم البلاد تجد فرحتها كبيره ويفتح المحلات ويفتح المساجد يا رب العالمين فهمت اليوم برنامجنا الشغل مش عيب ايش انت تنصح الشباب واليوم انت حضرتك جاي وتشتغل وتبيع وجو ما شاء الله لمت الشباب اللي بقاعدين يبيعوا ويسترزقوا على حالها والله انا ننصح الشباب وننصح الحكومه ان شنو تأيد الشباب وتعطيهم تفتح لهم خروط تفتح لهم حاجات تسترزقوا على حالهم اكثر العمال عندنا 90% اجانب في البلاد وان شاء الله ربك يرزق ان شاء الله ان شاء الله سامحني اليوم بنقد نبيع معاك الرحلة وينها على طول برا العويلة هذا تعال اقرب جاي تعال خذ لعبة للعويلة فرح عويلتك واقرب جاي سامة اليوم رخص لنا الجو ايوه نزل الاسعار وخلي العويلة تفرح فرحهم جديات تعال فرح العويلة اليوم بلعبة فرح العويلة يا هيا فرح لوحي الهسري كرة تكمل كرة هذه وسامة 10 جنيه فرصة فرصة ورخصة 10 جنيه تعال خمس عندك مشكلة حاج هيا شباب فرح لويلة سامة طبعا سوق الحوت كل سنة ما شاء الله الناس تبيع وتفرح وتهيج وتكسب في نفس الوقت السنة هذه لاحظت حاجة غريبة ولا جديدة في السوق والله هو شوية كسوق مازال الناس خايفة من شوية من السوق عرفت ما فيش حاجة مفتوحة حصل في السوق الدنيا كلها مسكرة هي عرفت وإن شاء الله ربك يشفينا من المرض ويعافينا منه إن شاء الله إن شاء الله يا رب الكورة بيش يا أسامة الكورة كبيرة بيش خذ لك صغيرة كويسة حتى يعرف يلعبوا بيها هذه صغيرة بعشرة شوف ها شوف هذه بعشرة هي فرح لعويلة فرح لعويلة السلام عليكم الله اكبر شبابك مناش في محور يا صاحبي بيع في مسيره ايوه وين الله اكبر ومحور وكبر عرفاني تمام الله الحمد لله شنو المسير هذا بامانه من يدير فيه والله يدير فيني يا جدتي جدتك جدتي يطول لك في عمرك سالمك غالي سالمك سياره سمح بالجو اه ما شاء الله انا بنقول لك ذوقنا دا ذوق ما عندكش مشكله يا غالي احنا طبعا شنو مسلطين الضوء على الشباب اللي يخدموا اليوم انت شنو تنصح الشباب حضرتك نازل السوق اليوم تبيع ما لكش متحشم ومفتخر بنفسك انك قاعد تبيع تاكل في لقمتك بارك جبينك ايوه اهم حاجه ننصحهم اهم حاجه رزق الحلال ايوه هذه اهم حاجه هذه اهم نقطه وثاني حاجه الله ربي يبعدنا عن الحرام وان شاء الله ربي ينصر المنشير وان شاء الله ربي يفرج على البلاد ان شاء الله طبعا اعزائي المشاهدين ما زلنا في السوق اللي يبيع في اللبن المغشوش وين اللبن؟ والله اللبن ما زال ما زال جوه مش طايل الحليب وجو السوق شوف السوق شنو جوه تمام بس الحمد لله انت طبعا سي مفتاح دوره وسوق تبعد علي بعضهم يترسقوش واجد بس هذه هي مفتاح طبعا شنو نصيحتك للشباب انت يعني مولود في منطقه سوق الحوت ويا ما جيت انت في السوق هذا في كل عام كنت تفرش فيه وتبيع فيه الشباب اللي ما شاء الله مازالوا صغار وقاعدين يخدموا ومفتخرين بانفسهم ونحن نصحتنا لهم نقول لهم الشغل ماهوش عيب يعتمد على نفسه وحي الواحد يعتمد على النفس باهي وفي نفس الوقت الشباب هذا جيل ان شاء الله يطلع كويس باذن الله وش نقول لك
بدل ما اللي يبيعوا في خبز يبيع اي حاجه، المهم مجال تجاره ويمشي حاله وكسرة طيبين ورمضان كريم ان شاء الله. طيب مش فرصه سعيده على مهم، ونهني الشعب الليبي ونهني افراد قوات المسلحه جميعا بشهر رمضان، وكل عام وانت بخير جميعا، وان شاء الله ربي ينصر الحق على الباطل وينصر الجيش باذن الله. كسرة طيبين. اهلا بشو فيك كل اللي بالهم مكسوف شوفهم. سلامك. شباب اجواء سمحه في سوق الحوت يا احمد كذا اليوم، انت مبسوط معايا انت وندى تعيشوا في اجواء مع الشباب الليبيين، ربي يحفظكم ان شاء الله. والله نحن بامانه نفرحوا لما نلقوا شباب ليبيين قاعدين يخدموا. لا والله الله من غير مكسب، والله براس مال مشوا بساعاتنا ونفرحوا في الليبيين الناس الرقاد الرياح، ان شاء الله ربك يصلح الحال ونفوض المشير خليفه حفتر بالقاسم حفتر ان شاء الله ربي ينصرنا ينصر الجيش. بارك الله فيك. يعني شوف يا احمد وكل المشاهدين، قال لك انا مش مهم عندي المكسب، اهم حاجه نفرح ليبيين. راه وراقد ريح والله، يعني ماهوش مثلا بتاع شركات جاي يبيع في خبزه، قال انا مش مهم عندي المكسب، مهم نفرح الناس. هذه تدل على طيبتنا وشهامه ليبيين، وايضا الشباب ما شاء الله قاعدين يخدموا امورهم عالي العالي. انت عارف اسم حضرتك؟ محمد قذافي. محمد اليوم سمعتك تعيط الساخن الساخن، قلت هو صاحبنا هذا. طيب نحن مسلطين الضوء على الشباب، برنامجنا شغل مش عيب. نحن طبعا اليوم خلينا حلقه استثنائيه سوق الحوت، لان طبعا ما شاء الله الشباب كلهم اللي جايين اليوم يفرشوا ويسترزقوا. اي والله. ودايرين جو لارواحهم. تمام. باش ياكلوا وياخذوا فلوس مبارك جبينا. اليوم احكي لنا على جو السوق وكيف شنو. والله يحب الجو بروحك ما شاء الله، الله اكبر. كل شيء خليهم يشجعوا الناس يشجعوا، بس اهم حاجه يشجعوا يطبوا وشغل مش عيب، فاهم؟ الشباب اللي من سنك واللي ما زالوا ما يخدموش معتمدين عليه اهلهم، شنو تقول لهم اليوم؟ والله نقول يطلع يطلع شوف الدنيا كيف ماشيه، بالاخير بكر يعتمد على نفسه بدري بدري بكر بدري بدري يا حق روحه بدري بدري يكبر بس ما يقشره. والله ديما طيب ان شاء الله. بارك الله فيك. طبعا الشباب ان شاء الله منورين. بارك الله فيك يا عم وديك. بارك الله فيك. ما زلت ما سالتكش. بارك الله فيك. ما عندي كيف ناس هذا شيء سوق قاعد تسوق الحوت ما عندي شيء. ما ناخذ منك موعد ما تبيعش، ناخذ منك موعد. لا والله ما نبيعش ندور حق. شنو شفت اليوم الشباب ما شاء الله قاعدين يستنوا؟ ما شاء الله شيء البن وخذينا خبز تنور وخذينا لي وما شاء الله ونأيدهم وبارك الله فيك. ارحم والديك. كل عام وانت بخير. وانت بخير ان شاء الله. انا الساخن الساخن. لا لا شد بالله انا ساخن يا بيدي راه. ناخذ خبزتنا من هنا نحن. كل عام وانت بخير. صوت طيب ان شاء الله. عفوا اسم حضرتك. سلام. عصام المدني. عصام طبعا نحن نشجع في الشباب، برنامجنا نحن مسلطين الضوء على الشباب. رمضان هذا خلينا ابتعدنا على السياسه. قلنا خلينا نشوف الشباب وننصحوهم في شهر رمضان المبارك ان الخدمه اي خدمه تخدمها ما هيش عيب. اليوم طبعا ما شاء الله معظم سوق الحوت شباب ويتخدموا ونستونا في سوق الحوت وان شاء الله تفطروا معنا وتشوفوا الشباب صح، الشباب اللي بصح اللي يخدموا رحالهم وتشوف فيهم ما شاء الله كلهم يخدموا رحالهم سلامتهم وصواب يديك مش كيف بعضنا يا خيي يا رب. شوف الجو بروحك ما شاء الله شباب قايمين بالواجب بزياده والناس تخدم والناس كلها تبي تخدم رحالها مدبيه تبي تخدم رحالها. طبعا هم ديما واخذين قاعده يا عصام ان الشاب الليبي شاب تنبال مش متاع خدمه، لكن احنا لاحظنا ان الشباب ما شاء الله من خلال برنامجنا هذا ان ما شاء الله جميع الحرف عندهم الليبيين. لا والله نشهد بالله نشهد بالله راهو شباب ما شاء الله راهو في الحروب هذينا والدنيا علمهم راهو في اللي يزوق وفي اللي سباك وفي اللي تلقاه يبيع في خبزه كيف حالاتي وفي اللي تلقاه فتح كوشه وفي اللي تلقاه حلواني، يعني شباب ما شاء الله راه كله عنده طموحات راهو وغير يبوا من يدعمهم بس راهو. ان شاء الله ما نعطلكش على رزقك. منور يا عصام كل عام وانت بخير. مشاهدينا الكرام ما شاء الله كما شفتوا اجواء سوق الحوت والشباب بصفه عامه يخدموا مش متحشمين في خدمتهم وياخذوا في لقمتهم بعرق جبينهم.
مشاهدينا الكرام، كيف ما قال اخونا عصام ان العمل ماهوش عيب، وان الناس ما شاء الله قاعدين يخدموا ويكدوا على ايديهم ويعتمدوا على نفسهم بدري بدري. اليوم كانت حلقتنا اكثر من رائعه في منطقه سوق الحوت. وجه تحيه لراعينا الرسمي شركه لميس لمواد التنظيف، وايضا تحيه فريق العمل والمصورين نادر الحرابي واحمد العبيدي. حافظ الله وليبيا، مع السلامه. هذا البرنامج برعاية الحياة. بتتغير، والطرق اللي بنحمي فيها بيوتنا كمان لازم تتغير. يعني بدل الخلطة هلأ صار في لميس 3 في 1، غطاء واحد من غير أي إضافات، حينظف 100 نوع من البقع ويطهر 100 نوع من الجراثيم، بيلمع أرضيات البيت وبيعمل ريحة حلوة. بدك تنظفي وتطهري صح وتضمني الحماية كل يوم؟ يعني ما فيش غير لميس 3 في 1 اللي ينظف ويطهر ويعطر. لميس 3 في 1 لنظافة بيتك كل يوم.